طارق، كان لك حديث في احد الاستديوهات بان ريال مدريد لن يفرط بالليغا الان بعد المرحله الصعبه التي وصل اليها ريال مدريد بعد التفوق على تشيلسي، ضغط عليه في الابطال وضغط في الليغا، هل لا زلت ثابت على رايك؟ طبيعي ريال مدريد ما نقول صعب ان يفرط في الليغا، لانه اولا يمر فتره جيده، ريال مدريد في المرتبه الاولى بفارق 12 نقطه على البارسا واشبيليا، ومتواجد في الدور النصف النهائي. ريال مدريد فريق دائما، ولو حتى يحضر في فريق دائما ينافس، دائما ينافس، وهذه قوة ريال مدريد. ريال مدريد منذ نشأة ريال مدريد وهو من الفرق اللي تنافس على البطولة على الشامبيونز ليج، في وقت ما قلنا أنه لازم يحضر فريق ويهيئ فريق، لا، الريال ما يرضاش بالشيء هذا، الريال يحضر فريق وينافس. اليوم شاهدنا اللاعبين الشباب اللي في ريال مدريد، فينيسيوس اصبح من اللاعبين الهامين جدا، صحيح. رودريجو حاسم دخل كان حاسم، وكما فينجا دخل كان حاسم، وهذا مستقبل الفريق في المستقبل، وفالفيردي كازيميرو لما جاء في وقت قبل 7 أو 8 أو 9 سنوات كان لاعب عادي دخل في الفريق، اليوم اصبح من ركائز الفريق ومن افضل لاعبي الارتكاز في العالم. وهذه قوه ريال مدريد. ريال مدريد لازم تلعب ضده 90 دقيقة، ما تلعبش 70 دقيقة، لما تلعب 70 دقيقة تلقى صعوبات كبيرة في ال 20 دقيقة الأخيرة. شاهدنا ضد تشيلسي وشاهدناه ضد باريس سان جيرمان، رجع في الأوقات لأنه أولاً فريق عنده خبرة كبيرة وعنده لاعبين من الناحية الفردية لاعبين كبار مثل مودريتش، مثل بنزيما، مثل كازيميرو، مثل كروز، مثل لاعب فينيسيوس، لاعبين ممكن يغيروا مجرى المباراة في كل وقت. تقول الريال اليوم واش أحسن حالته في المباراة لما تشاهد الريال، لكن بعد 20 دقيقة 15 دقيقة من نهاية المباراة يرجع للمنافسة ويسجل ويقدم مستوى جيد وتنسى 70 دقيقة اللي لعبها تشيلسي، ما تتذكر إلا 20 دقيقة اللي لعبها، وهذه قوة ريال مدريد. صحيح. يعني مش من وقتها، في وقت ما راموس سجل هدف ضد أتلتيكو مدريد في الدقائق الأخيرة من بعد الريال فاز في الوقت الإضافي 94. كم مرة راموس أنقذ الفريق في الدقائق الأخيرة؟ هذه قوة الريال، فريق جماعي لكن عنده لاعبين الفريق يكون ميت يحييه الفريق. مودريتش في الكرة هذه، في الهدف اللي سجله، التمريرة اللي سجلها ضد تشيلسي، أحيا فريق ريال مدريد، وهذا ما خلى معناتها مودريتش خرج خلال أفضل لاعب. لماذا؟ يعني أولا فينيسيوس مرر، رودريجو سجل، بنزيما سجل، لكن لاعب مودريتش هو اللي تحصل على افضل، لانه الكره اللي مررها هي اللي غيرت كل شيء. اولا سجل هدف 3-1 وفريق الريال رجع في المنافسه، ثم اعطى امكانيه للريال بسجل الهدف الثاني. لهذه قوه الريال مدريد في اللاعبين المخضرمين واللاعبين اللي عندهم خبره كبيره. هذه هي التمريره التي يطريها طارق، هذه التمريره نعم الى رودريجو وهو بديل، لاعب شاب مع لاعب خبره، هذه قوه الريال، مزيج بين اللاعبين الخبره واللاعبين الشاب. كما فينجا هو اللي مرر فينيسيوس، فينيسيوس لاعب شاب هو اللي مرر لبنزيما، وهذه قوه ريال مدريد مش من وقت هذا، من 5 و7 و8 عقود ريال مدريد دائما فريق ينافس، لكن في التحضير دائما عنده شباب يحضرهم وهيئهم للمستقبل. لا ننسى ما يقدمه ريال مدريد طوال هذا الموسم، كان على مستوى الدوري المحلي وكذلك على مستوى المسابقه الاوروبيه دوري ابطال اوروبا، ولكن دعونا نقترب اكثر في هذا التقرير من المواجهه القادمه والصعبه بالنسبه لريال مدريد خارج دياره.